أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة. راح أخذكم في جولة سريعة مع صديق تم اغتياله بسبب كتاب. يسألونك مع عم دانيال، تفاعليات مسائل كتابية مقارنة وأكثر. والآن إلى السؤال. إذن على خلفية سلمان رشدي، والذي تم محاولة اغتياله وكان جائزة كبرى ملايين الدولارات على رأسه بسبب كتاب الآيات الشيطانية The Satanic Verses. لكن الحقيقة أن سلمان رشدي ما كتب الآيات الشيطانية، هل هو كتبها؟ لا، الآيات الشيطانية مذكورة في سورة النجم في القرآن: تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى، والمشركين عرفوا أن محمد قالوا أنه ذكر آلهتهم بخير. أرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ إذن سلمان رشدي ما كتب الآيات الشيطانية، هو نبر عليها. سؤال آخر عن صديقي. صديقي اللي عمل عدة كتب، هذه حرب علي ومعاوية، آسف، ورسالتي إلى المسيحيين. كتابه حرب علي ومعاوية ممهور بإمضائه وهديته إلي إلى حضرة القس دانيال، وأنا سكرت على اسم العائلة. ما هو سر كبير الحقيقة، لكن آسف، سامحوني، سكرت عليه. وسأتقدم معكم في هذه الحلقة في بعض الأفكار حول الأستاذ مصطفى جحا اللي تم اغتياله سنة 1992 في منطقة السبتية في بيروت، المشهورة بكنيسة السبتية هناك. وبعد 20 سنة من هذا كان في محاولة لاغتيال ابنه الصحفي الأستاذ مصطفى جحا أيضا بسبب أفكاره التقدمية التي لا تناسب. فمصطفى جحا كاتب وصحفي لبناني، عمل في النهار والعمل والأحرار، العمل معروفة كانت لحزب الكتائب، وبسبب مقالاته وانتقاداته تعرض إلى الخطف. فاختطف أول مرة، اختطف لمدة 20 يوم من قبل حركة فتح لأنه انتقد أعمال الفتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، ضحية الكلمة، الكلمة الحرة. طبعا مصطفى جحا، الأستاذ مصطفى، ما كان ضد القضية الفلسطينية، أنا عارفه تماما، ما كان ضد القضية الفلسطينية، لكن كان يريد أعمال العقل، ونرى هذا من خلال كتاباته. ثورته هي ضد النقل ولأعمال العقل، وكان ضليعا في الإسلاميات، وطبعا يعرف المسيحيين. إذن كاتب ومفكر لبناني كتب في السياسي، حتى أطلق سراحه كان تدخل من بيير جميل، الشيخ بيير جميل رئيس حزب الكتائب في وقتها، وأيضا الرئيس السابق كميل شمعون، بالإضافة إلى تدخل الرئيس اللبناني سليمان فرنجية في وقتها. كانوا يعرفوا مستوى مصطفى جحا الوطني والأخلاقي والتزامه بالقضية العربية، لكنه ناقد. زرته في شارع بدارو، وأظن زرته في السبتية، ذاكرتي قليلة لأني في الزيارات واللقاءات كنا نلتقي مرات في المنصورية مع بعض، بلدة الصمود والتصدي، منصورية المتن. وكان دائما رائع، كان دائما ثائر، كان دؤوب الحركة والتفكير.
في بعد انتقاله من بدر وكل المضايقات اللي لقاها، انتقل إلى منطقة سبتية في الوقت اللي كانت الأحداث تقريبا انتهت، كان في وقت الهدنة وكان مفتوح على الشرقية على الغربية بالنسبة لبيروت الشرقية والغربية، ويبدو أنه لا يوجد أشكال، لكن يد الغدر كانت موجودة. أتت سيارة يستقلها مسلحون أمطروه ببوابل من الرصاص، مسدس عيار 6 مليمتر مزود بكاتم صوت وهو في سيارته، وقد همش ملف الاغتيال بطريقة غامضة. في سنة 1980 كتب الخميني يغتال زرادشت، وأنا عندي معظم كتبه غير دول الكتابين. في 81 الكتاب الرائع فيني أقول عنه اللي هو محنة العقل في الإسلام، وبتذكر لما تحدثنا عن محنة العقل في الإسلام قلت له عبارة ما راح أكررها لما سألني عن رأيي، لكن كان يدرك كما أدرك أنا دائما أنه سيف الموت مسلط فوق رقبته. وبذكر عم بتغدى أنا وياه مرة في بيته، أشكر الله من أجل كرمه وضيافته، عم نتغدى مع بعض وقال لي هذه العبارة، قال لي أنا وإنت شهداء على قيد الحياة. كان يدرك ما الذي يعني بالنسبة لي، كنا أقلية في ذلك الوقت بين سوريا ولبنان والأردن، كنا على عدد أصابع اليد متجددين مسيحيين من أصل مسلم، كانت القضية نادرة، الآن القضية عادية جدا. نشكر الله من أجل الآلاف آلاف أو عشرات الآلاف من المتجددين من الإسلام إلى الإيمان بالمسيح، في وقتها كنا أقلية. وأستاذ مصطفى صديقي العزيز كان يدرك هذا، فقال لي هذه العبارة وفهم، قال لي نحن الاثنين شهداء على قيد الحياة. محنة العقل في الإسلام كتاب رهيب، يعني أتى قبل سلمان رشدي، وأنا بعتبر سلمان رشدي لم يتكلم الكثير فعلا كما تكلم مصطفى جحا. مع كل التقدير للاثنين، ربما كنت لم أقرأ سلمان رشدي لولا الآيات الشيطانية، لكني بعد هيك قرأت له مجموعة قصص ومنها قصص قصيرة، وبذكر واحدة منهم عن شعرة النبي، لطيف لكن رهيب جدا، كاتب رائع، عنده بلوت نقول، عنده حبكة جيدة جدا، شبه لدان براون في اللغة الإنجليزية، وكثار طبعا في الإنجليزي اللي كتاب رائعين، لكن من المحدثين واللي في جدل حول كتاباتهم دان براون. أنا قرأت عدد من كتب دان براون، طبعا دافنشي كود واحد منهم، وهو كاتب جيد. لاحظوا لما بذكر دان براون أنا بذكره ككاتب، كرائع، كصاحب حبكة فعلا كتابية جيدة. أنا لا يؤثر علي دافنشي كود، يعني سر أو رمز دافنشي اللي كتبه دان براون، ولا يؤثر على إيماني، ولا يؤثر على علاقتي بدان براون الكاتب، طبعا ما عندي معرفة شخصية فيه. وعندي هون رسالتي إلى المسيحيين. فعمل الخميني اغتال زرادشت كان في الثمانين، بعدين محنة العقل في الإسلام، بعدين هذه الكتابات، بعدين أظن 86 كان أبعد من زحلة وصور، والعديد من الكتب اللي قيمة فعلا كمفكر عربي يستحق أن يقرأ، حتى ولو مات ما زال يتكلم. ففي رسالته إلى حرب علي ومعاوية، قاموس علي ومعاوية، يتكلم عن الصراع الحالي،
كأنه صراع بين علي ومعاوية، كأنه يسترجع هذا القرن الأول الهجري وأحداثه في أحداث اليوم. يقول: أي قيمة إسلامية لقصيدة الشاعر حمود؟ لم أتي على القصيدة. وفي كل يوم يردد الملايين في هذا العالم بين قوسين: الإسلامي، وكنتم خير أمة أخرجت للناس. بعدين: ولا شهيد إلا الشهيد المؤمن. هذا حسب الرأي السني. وقصيدة الشاعر حمود قصيدة شيعية. وإن كان للشعر القومي، وفي كل يوم يصيح، أي مكان للشعر القومي، وفي كل يوم يصيح من مساجد طرابلس وبيروت وصيدا وصور وبعلبك أمرا، شوارع وشيوخ علماء يزرعون الرعب في الطرقات والحقول والبيوت والمكاتب والمشاغل والمؤسسات وكل مكان. أي قيمة للشعر القومي بينما هذا يحصل؟ وتجار الدين يزرعون كل هذه الإرهابات. لا تظن أن جورج حاوي وعصام محايري وكريم مروة ومحسن إبراهيم وأروان وفارس وعبد الله سعادي لم يتحسسوا هذه الحالة المأساوية. طبعا هنا عندنا أشخاص من عدة ديانات من عدة طوائف يتحسسوا هذه الحالة المأساوية، وإنما هي الأحداث التي جرت بما لا يشتهون فأسقطت من أيديهم وباتوا من القاعدين أو المستنكفين أو المنتظرين، ولن تكون النهاية سعيدة على كل حال. إذن في قاموس حرب علي ومعاوية أستاذ مصطفى جحا كان يعالج قضية هامة جدا، هي القضية العربية، وكان يعالج القضية الفلسطينية، لأنه لم يرد للقضية الفلسطينية أن تبدأ كما بدأت خارج فلسطين، لم تنضج إلى مستوى الجهاد الوطني. وما يقوله حول القضية الفلسطينية ينطبق على اليوم، والنداء كان أن الطريق إلى القدس يمر في عنتورة وعيون السيمان. ما هذا الخرف؟ ما هذا التدجيل؟ الطريق إلى القدس يمر في عنتورة وعيون السيمان، في القرى الراكنة الهادئة اللبنانية، كما يريد البعض طريق القدس الآن أن يمر عن طريق بيروت والسعودية ودبي وغيرها من البلدان العربية. يعني يجب إصلاح، يجب ثورجة هذه العواصم العربية قبل قضية فلسطين، للدخول إلى فلسطين، إلى تحرير القدس. واليوم بحاجة إلى نفس النهضة. أشكر الله لما بقول هذا ما زال عندنا مفكرين ورجال سياسي فلسطينيين وعرب وناطقين بالعربية رائعين جدا. لكن أحيانا مثل ما قال شاعرنا: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. في القوة والبندقية ما زالت هي اللغة التي يتعامل بها العديد من ثورجيين، وعم يقبضوا الأموال الطائلة بسبب الثورة. لا يهمهم السلم. هل إيران فعلا يهمها قضية فلسطين؟ سؤال جدي، سؤال جدي، هل إيران مهتمة بقضية فلسطين أم بشعبويتها ونفوذها في المنطقة؟ طبعا كل المشاهدين القريبين مني يعرفوا أنا عبارة مش ضد الشيعة عبارة ما رأيمي. أنا بالعكس أميل إلى الشيعة، أحب الشيعة. في كل الأحوال يأتي
بناء على ما قاله العرب في الدار البيضاء، وبناء على ما قاله أبو علي مصطفى في رده، لأن الحسين الملك رأسه مطلوب، ورأس الموارنة وكل المسيحيين مطلوب، ورأس الشيعة مطلوب، ورأس الدروز مطلوب. شوفوا هذا وضعنا العربي. ولأن إسرائيل وجدت لتبقى، ولأن الشرق شرق والغرب غرب، ولأن اليسار يسار، ولأن الحرية كفر أو زندقة أو إلحاد، كلمة كبيرة، ولأن الحرية كفر أو زندقة أو إلحاد، ولأن المغرب يطارده المشرق، نريد المغرب الأقصى أو العربي الأمازيغي أن يكون مثل مشرقنا، ولأن المسلمين والعرب يبنون أمجادهم على حرب علي ومعاوية. في نكتة عن واحد أمريكاني في انتخابات في العراق، سأل المترجم تبعه قال له: الانتخابات داخل فيها علي ومعاوية؟ سمع الاسمين. قال له: لا، هدول شخصيات من 1400 سنة. ظن انه على ترديد علي ومعاوية وشيعة علي و السني، انه المرشحين للانتخابات هما علي ومعاوية او احد عدد من المرشحين بهذه الاصفاد. اذا، ولان معاوية ابن ابي سفيان هو غريب في عاصمته او مجهول، فان الثورة الفلسطينية لن تكون في الداخل ولا لشعب الداخل. هذا اللي كنت عم بذكره. فإن الثورة الفلسطينية لن تكون في الداخل ولا لشعب الداخل، حتى ولا لأي مكان. وكما الثورة الفلسطينية كذلك الإصلاح اللبناني والأبن اللبناني والسيادة اللبنانية، اللي ما بصير قرار حتى يكون في الرئيس فلان في أمريكا أو الرئيس فلان في الشرق الأوسط أو الجهة كذا أو غيرها راضيين عنه. قرار لبناني لكنه كله يحبك في الخارج. وهكذا الثورة الفلسطينية أيضا، الوحدة العربية التي هي أملنا جميعا، إن هذه يا للأسف أضغاث أحلام ليس إلا حرب علي ومعاوية ما زالت تختلق من جديد. للأسف ما نضجنا فكريا. كثير من قرارات عربية تؤخذ في طهران في إيران، وطبعا لا أنسى الأطماع العثمانية، من يريد إحياء الإمبراطورية العثمانية الجديدة، كل هذه أطماع في المنطقة، مع أطماع الغرب التي نسميها وكل ما هنالك. أترككم في هذا المكان دعوة للتفكير في عالم التفكير. نكفر عندما نفكر. دعونا نشغل عقولنا التي هي بركة من عند الله، وأفكارنا. خلينا نبين أنه كبرنا شوي. سلام الرب معكم، وإلى اللقاء، نراكم مرة أخرى. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السمك تبلغ السمك. موطني موطني.